بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم أحبائي الكرام في قناتكم قناة تفسير حلم، تفسير حلمنا واللي يهمك. صاحبة الحلم بتقول: أنا حلمت إن أنا بعيط وبدعي لأختي إن ربنا يشفيها، وأختي التانية إن ربنا يرضى عنها. أقول بالله التوفيق في تفسير هذا الحلم. طبعا حضرتك في ضيق وكرب شديد جدا، وان شاء الله ربنا سوف يفرجها عنك قريبا. وطبعا ما عليك الا الدعاء والاستغفار وكثرة قراءة القرآن، وان شاء الله ربنا يفرج عنك الكرب وسيزول بإذن الله تعالى. اذكركم احبائي بمتابعة قناتكم قناة تفسير حلم، تفسير حلمنا واللي يهمنا، وترك أحلامكم في التعليقات، وإن شاء الله سوف يتم الرد عليكم في الفيديوهات القادمة، أو مراسلتي على صفحة تفسير حلم، تفسير حلمنا واللي يهمنا الخاصة بالفيسبوك، أو مراسلتي على الإنستجرام. سيبالكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. ألقاكم على خير مع تفسير آخر وحلم آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.